راكي مهاجره معانا من المغرب وغادي آه اللباس المغربي واش كتبغي المغرب شكون ما كيبغيش بلادو كاي انت كره صحراويه اجي عمي شيفون ودوق اجي عمي شيفون جبنا الاخر جبنا الربيع لا سميتو دواقه شوف قول الصراحه الدوق هذا اتاي شوف كي جاك هذا انا صوت الحليب ما نعرف غيسير انا نديرو ديال ثلاثه ما عيان شوف نعيبو بشار شوية عيال شوية قهرو يا رسول الله يا زيلة سيدنا محمد والله معجل عليكم في نهار جديد في رحله جديده مع مجموعه تدين سفر متاهله وصلنا دابا للكوان كما شفتوا معنا من قبل تبارك الله هذه البلاصه هذه عامره فيما مشيتي كتلقى العيون وهنا واحد الجو زوين بخصوص في الصباح واحد الجو يا سلام واحد البروده زوينه دابا غادي نمشيو نفطروا ونرتاحوا شي شويه ومن بعد نكملوا الرحله ديالنا ان شاء الله صباح الخير عليكم متتبعي المجموعه ديالنا مجموعه اجي نسافر ومنتهله اليوم الاحد 9 غشت الرحله الخامسه ديالنا مع المشاركين الدوار كوان يلا دابا وصلنا كنكتشفوا المنطقه لاول مره
هنا واحد البيزاج زوين بزاف، ومازال نمشيو للعين نفطرو ونكملوا النهار ديالنا ان شاء الله في الوادي التحت، ومازال تكتشفوا مفاجات اخرى. كاي تحيات ربوية جمعوية في إطاركم العمل جد الهديف، تحيات سوكر الأخ نور الدين، تحيات نور الدين الشيخ بشار محمد. رحلة في المتناول، وخا مازال حد أنا مازال ما عرفت هاد البلاصة سميتها، بصح واحد البلاصة اللي المرة ديالها تاعها زوين كان لها ميش بصور هناك واحد المنطقة اللي المناظر تاعها تبارك الله خلابة وعينين زوينين. يا عمي شبون تبوك صاي كاي ما ننساش المصور تاعنا فوتوغرافي نور الدين الشيخ هاك اخويا هاك اياه الخوان اياه اياه مرحبا بك اخويا هاي انا الشوك ما كتعرضو ما والو واني نت من نصيفط لك انتما هاربين وقيتكم غير بالصدفه وانا انا اللي خبيتو انا كنتبك داك الحزن وما يبان انا اللي خبيتو كنتبكم باش ما يشوفوناش غير اليهود هنا شو منين هبطت شادو فين مخبيين شو منين هبطت باش نجي باش نجي لعندو بالصحه والراحه جراني غنفقس شنو غتفقس البيض قص راسك قص نشوف كاي انت اش كدير انا ليشات العافيه تشعل العوافي شعل العوافي الله يبارك فيك شنو عندكم ما يتنسكن هنا عندنا هي اكل العصير صافي اتاي باه لا لا انتم مفطر عندكم ناقص يا تبي حاجه اخرى كاي اصلا انا ما كنقدروش نفطروا على داك الشيء ماشي دابا كتسينوا غير نمشيو وتجبدوا سير شو راكم نتوما مرحبا نتوما الوحيدين اللي ما قلتوليش معاه شنو ما قلنا اللي ما قلتوليش مرحبا الفطور ما سمعتش يلاه صحه وراحه شي كمخزه كتقولها لي لا 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 صلى الله نشار مش شبون اهلا وسهلا انتما فين الفطور ديالكم المجموعه ما قبل التاليه هاد المجموعه زايده بزاف ناري 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 اللوز القرقع التمر الفطور معنا مسلم من بعد الشيخ الله يحفظك ماشي شغلك بصحة الله يعطيك صحة بصحة جلست فطر الله يحفظك بغيت هاد الصغيورة هادي تعطيني شي كلمة هاد الصغيورة جاتك الرحلة ما تحشمي ما لقيتش غير انا والله تتقولي كتبكي بالدموع خويا جمال والاخ مرحبا بك مرحبا بك معنا بالصحة والراحة الله يحفظك دكا هاي سمعتي هذا البراد مسكين عارف معنا نقرا في كاملين ياك كي دايره انت ما بيه صافي ما بيه طيحات لي معنوية زوين 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 انت كرا صحراوية اجا عمي شبون ودوق اجا عمي شبون جبنا 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 الاخر جبنا جبنا الربيع اللي سميته دواقة شوف قول الصراحة صراحة الدوق هاد اتي شوف كي جاك هذا بنا صوت الحليب ما نعرف غير سير انا نديرو ديال ثلاثة ما عيان شوف نعيبو في الشهر شوية عيال شوية قهرو 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 اه
قهروا قهروا لا لا ما سمعش الماء ما سخنش واه دير السبا واه دير ما سمعش اصغر عنصر اجي 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 معنا علي ايا علي علي ايا علي علي ايا علي ايوه علي 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 ايوه علي علي المغرب علي ايه كلشي انتبه معايا عافاكم واحد القضيه عندنا واحد الشعار ديالنا اللي الناس اللي قدامين راه عارفينو اللي هو الاستمتاع يعني استمتع بالوقت ديالك استمتع بهاد الطبيعه لان اي واحد جا لهنا خصو يستمتع ولكن بشرط شنو هو هذا الشرط هو الاحترام كنسطروا عليه سميتو بالاحمر وبقاو مجموعه شنو هو الاحترام هي داك شي دراما طايحه لا شي جوج يمشيو شي قلت لا كنبقاو اون جروب مشى شي واحد مشى شي واحد خصو يقولها لنا يقولها لي انا ولا نور الدين ولا فاطمه الزهراء ملال هادو هما اللي مشرفين على الجروب علاش حتى الا مشيتي ما تعطلتي ولا شي حاجه نعرفوا راه وقعت شي حاجه ماشي تمشي الراس ما عرفنا فين الاخر لان كثارين بينا ما غاديش لا نقص غير شي واحد راه ما فهمتيني حاجه اخرى عاود حاجه اخرى اللي حتى شي حاجه حنا ديسبونيبل في اي وقت مرحبا بكم واستمتعوا والنهار كامل ديالكم شكرا اللي ما عجبتوش شي حاجه يجي يريكلامي هاي هادشي اللي كاين اومي اي يلا الله الله مشوهين بينا ديما ديما مشوهين بينا لا 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 اله الا الله هاو الكارما لا 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 هاو الكارما لا 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 اله الا الله هاو الكارما لا 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 نعبد الله هاو الكارما دابا دابا ميديا كامل منتصف النهار المجموعه كاين اللي كيعوم يستمتع كاين غير اللي كيتبرد خاص يرجليات هذاك الماء بارد بزاف عليهم اللي ما قدش اللي ما قدش يعوم ناخذ هنا واحد فوز ديال الغداء ان شاء الله ومن بعد نكملوا لتبحيرت مع واحد السيد لقيناه هنا داير شي جمعيه هنا كيعناو زعما بهذا الاخر ديال السياحه وقال لكم نتعامل معكم ونمشي معكم ونوري لكم الطريق والمناظر اللي خصهم يتشافوا في التبكير. السلام عليكم انا هذه ثاني مره كنمشي مع هذا الجروب ديال اجل تكون مشاره الصراحه جروب محترم وكنتمنى ما تكونش هذه اخر مره نجي معكم شكرا. تحيه صباويه جمعويه في اطاركم العمل الجد الهادف تحيه شكر الاخوه اللي نضموا لنا هذه الرحله كدير بك زوينه كانت واحد الرحلة اللي هي بمنتا صافي فوت عليا كنشكر امي من هذا المنبر خلاتنا نجي صاحبتي جارتي قلتي لي ما خليتيش وقت باش نفكر المهم ديك الهضرة بديك الهضرة لا بالهضرة اللي دارت ديك الهضرة المهم هادشي هادشي زوين بزاف كنشكر كاع هادشي اللي هاد الناس اللي كيجيو حنا وان شاء الله نعوضوها وصافي سي ادريس خويا نور الدين مزيان اخي نور الدين دريس دريس عامر بالغيث نعم اخي صافا الله يحفظك انا دوزت هذه الرحله بخير وعلى خير والحمد لله حنا نشطين صباح الخير الحمد لله نشطين وحالين وداك الشيء زوين وكان الجوع سلمي على اختك ماري وكنسلم على سناء وكنقول لها فاتك داك الشيء زوين انتي بلاش هذه فوتو كوبي ديال سناء والله العظيم كدير لهم التصرفات ديالها خليتوها مسكينه كتقابل ولدها ياك بنتها بنتها غير ضاوي هضر بالجد
والو والو بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة رحلة جميلة خافعة ديال العيا بدا ولكن جو جميل جدا. ضروري نعاودوها ضروري نعاودوها زين باغيين نعاودوها مرة أخرى زين الصراحة بزاف بغينا نعاودوها زين بزاف ضروري ما نعاودوها ويلي شي زوينة بزاف ضروري ما نعاودوها مازال نهار طويل جاك البرد وياه كي جاك هادشي زين بزاف مازال تعومي المغرب صافي بيلا بصحاب صحاب خليني معك في المباشر هادي تاكل هاي شي كاينش هاي طيبتو انا كلشي انا اللي صحاب قصيتو نتوما كليتي يا خديجه ما كنتو عيب خديجه المهم دابا غادي تقريبا 12 عندنا مشتنا ودابا كل واحد فين راه كيتغدى المهم نساليو الغدا ديالنا ونبدا نكملو النهار ديالنا نمشيو للبلاصه اخرى ان شاء الله كاين شي حاجه ديما كنعرفو فيديو حنا كنتفوزو يتغدى معنا الشيخ واش الشيخ مرحبا بك اخي هادو ما الطبقه ديالي والله الا بالله بورجوا ديما هادو ديما كيسولوا فيا والله ديما كيتهضروا ديما طرس معاهم ديما معاهم قلتها ما خليونيش بلاش الله يكثر خيرهم تتسنى بشري ديك شويه دارو شكون الطباخه هذه ما كنتيش مع الامر غادي تشوفي تصاور ليشان هو كاين هادشي ناضي هادشي بسم الله هذا اللي خبيس كاع محدايا المرقه كبيره المرقه تاعي وين انت كتشيله يحيى ما يحيى مازال الطبيبه يحيى بسم الله باش انت ما تساليش من غير كولي وسقسي ديك الجينا كنا في الجيم راني بغيت هذا سخفتو صار اخويا حنا طالعين في العقبه الحراره ولكن فين ما مشينا كنلقاو عوينه كنلقى صحيح لا غسلت بالماء دابا المهم بعد ما تغدينا حنا دابا متوجهين لواحد الضايه اخرى اللي غادي نبقاو فيها حتى لسته نعوموا فيها ونكملوا النهار ديالنا ان شاء الله غير هو واحد العقبه ضربنا
مع هاد الشمس. المهم هادشي فيه العيا بزاف، وضروري اي حاجه زوينه راه خصك تعيا كلشي على التوت. كلشي على التوت. هذا غادي وكياكل، ما عرفت فين باغي يوصل. عاد تغدى وميمه مسكينه صافي شلات ملال كذلك. احنا وصلنا لصبت لكم تحتينا ملال على الرحلة دازت زوينة بزاف صراحة، والحمد لله واخا كانت شوية طلعة صعيبة مع هاد الحرارة، ولكن الحمد لله المناظر كتستحق هاد الشيء. انا كنزور لا تحضر لا غير لا والله الا كنزور. غادر يقول لي اخر كلمة ديالك. رحلة زوينة كانت زوينة وكانت تشرف بي كاي من ضمام ديالي ليكم كاي اللي بغى يغوت لهنا بالشرف هاد الخلعة. هذا راه العذاب، هذا العذاب بعيني العذاب. شوف اخوتي العرق شش كندوبو والله الا كندوبو الشمس بزاف. المهم الخاولة مسكينة صافي عيات، قالت لك اخر رحلة غادي تجي ليها هي. نردي والله خويا عليك تقرا على والو. قالت اخر رحلة غادي تمشي ليها بالشهادة ديال بشار ياك. لا كفحات صبارة كاي ما قالت حتى حاجة. لا ما طلع عليها الباط. لا لا عينه ديال بصح العيا كاي. ها هو التحيات خويا 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 عزيز. سلام عليكم. نقول لهم حنا نصنعوا على داك الراجل. كاي عرفتي دايرين بحال داك المهاجرين اللي كيهاجروا السيريين من الصحراء. انتم كتشوفوا دابا راه قاطعين غندخلوا على اليونان. تحطمت مدينتنا والله الا ان مهاجرين راه لاجئين حنايا. المهم دابا غندخلوا على اليونان وندوزوا لتركيا. منين جاي انت يا مين؟ اين بلاد؟ ها؟ جاي من المغرب اخي. المغرب فهمتي؟ انا مسافر لبنان. لبنان وانت اخي انت بالسعوديه الشده ديال السعوده. لا لا انت منين جايه؟ انا ماشيه للنرويج. لا منين جايه للبلاد؟ البلاد النرويج اللي قلت لك هي اللي ماشيه ليها جايه منها وان شاء الله ماشيه. كاي كاي وانت منين جايه؟ الدنمارك. هاربه بزاف. وانت؟ انا باقي ما عرفت راسي منين جايه. هي غاده. هي غاده معانا. لقاتنا في الطريق نشوفها الصغيره المغربيه القحه. منين جايه؟ اين بلاد؟ تحيا راكي مهاجره معانا من المغرب وغادي على اللباس المغربي. واش كتبغي المغرب؟ شكون ما كيبغيش بلادو؟ كاي معانا واحد المهاجره. اش معانا واحد المهاجره ما بغاش تبان لاني نديروا المجهود ديالنا. انا جاي نطاني المارك حالي. هذه صاحبتي جات معايا عاد حتى طياره دابا غادي. انت خاي منين جاي؟ انا جاي من دوال المكسيك. وفين غادي؟ لا ما كان لا ما كان هي غير طارق رجليك عندهم صين كي الحزن ما كان ساعتين هادو. واخيرا وصلنا بعد واحد المشقه كبيره. المهم كانت الطريق طويله بزاف، كملت علينا الشمس. المهم تهلكنا ديال بصح حيت اول مره كنجيو لهاد البلاصه هادي. كان شويه ديال التردد في الطريق، كان بزاف ديال الطرق ما عرفناش الا الطريق غادي نسلكو. حتى ساعدونا الناس ديال المنطقه. المهم كيف ما كتشوفوا كيبان لي الاخر القضيه زوينه. المهدي غير وصل تحشى في الماء سعداتو. هذا هو المنى دعنا اللي صار الاعجاب ديالي هو واحد من الصغيرات ناصر عام كانت من الاوائل اللي وصلوا لهنا. يعني راه تبارك الله عليها سبورتي. كاي كيجاكم هادشي؟ عيتو بزاف. فيديو هذا فيديو صورة
لا غادي تحسي، قال لك ما تحسيش. واش حسيتي؟ قولي. شوف لازم كيتعذب باش يتصور. ها كيتعذب باش يتصور. فهمت صافا. وبلاد المشاد شي كيصور. اي هاي العاد هذا بهذا شكل هذا صور شكل خسر عليكم هذا هي خاصك شي بان ماشي داكشي زوين والله تكرف السو صافي هادشي واري. اهلا اهلا مزيان صباح بخير مزيان بخير الله يحفظك. كي جاك هادشي مزيان؟ كنتمنى العوده ان شاء الله ان شاء الله. كانت الرحله زوينه حيت مشينا بزاف وكانت كرفيس. كنتمنى نعاودوها المره الجايه. خاصك تزغرت اول مره نهضر لك. تاي شوف هادو فين مخشيين. هاي 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 احسن بلاصه لقاها الراحه والسياحه. ولكن الا تزدت هلا طاح عليك صافي لقيتي هنايا. يحيى كذلك مجبال. تقدر تنعس هنايا؟ تقدر تنعس هنايا يديك النعاس. اه بالله تفيق تلقى راسك مرتاح. والله غير يديني النعاس راه ما غاتفيقش كاع. شنو الكابل؟ الكابل ديال الضو فين فين محطوط لهم؟ شي تشبك فيه شي عافيه ولا شي حاجه؟ مشى كلشي. لا هاي هاي شمن هذه؟ لا شوف عندهم البركه. شوف هادشي ما خصوش يكون. هادشي هادشي خطير. لا الكابلاص ديال الضو طايحين هنايا. هادشي ما خصوش. هادشي خطير. تقداو خاي حنا تقدينا اللبينة تقدينا سمينة تقدينا شنو تقدينا؟ شنو تقديتي انتيا؟ تقدينا البيض الحليب. الناس الله يعمر هذا كاي. سولني واش مشت؟ سولني واش مشت؟ انت ما رحله ما والو ردينا رحله زوينه ورجعنا نفس المكان اللي كنا فيه في الشعره المره اللي فاتت. من احسن الرحلات انا كنت بزنس انا وسميه كنبيع على الشكاره. الرحله الجايه باش غنمشي كنبيع الشكاره النهار. الرحله الجايه تبقى كنبيع التليفون. راه تبزني كي جات كره رحله خاصة سلي الضراب درا الكوان تابعات والشعره. هاد الشعره غير دخرا طابو رجلينا. ولكن شحال تمشي لهم غير التليفون عندك شي كنين هضري دابا معقول؟ صراحه الرحله دازت رائعه جدا وكانوا مفاجات بزاف. كنتمنى اننا نعاودوا نفس يعني نفس كيفات لا هضره. شكرا بزاف قوري نمي بعد عليا شويه صاحبي. انت ما تخلينيش كاع نصورنا بالطول خويا. زيدو عني جيت المغرب. شكرا خويا جمال. كنصورو دابا ماشي شغلي. شنو سولنا قلنا شي حاجه تقول لي جمال وتبقى ساكت. ما كاينش تك الرحله راه طيب جات لابسه قفطان غوزي ضارباش بدينا بيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم يدير اللعبة الكرة. المهم هذه أول مرة ليا في هاد الرحلات مع مجموعة أجين صفرو مثالة. هادشي زوين الصراحة وداكشي الاحترام وداكشي ناضي بالرجولة. كاي كاي بقا كدير مع الاستجواب ديال واحد الصفر ما بغيتش شنو غتقول؟ لا اللي قلتي عسان أنا جديدة معاكم في كور الشاشة مجموعة وصراحة كلشي زوين وعجبني الحال. كاي مرحبا بك. مرحبا. انت بنت الدار انت وديما ديما الجديد وديما لينا في التواصل. سلامية سلام. رحلة كانت زوينة بزاف. كانت ثاني رحلة ليا معاكم. كنتمنى نعاود نجي معاكم الرحلات. صراحة هاد الرحلة مع الأصدقاء والصديقات ديالنا وكنتمنى نعاودوها إن شاء الله مرة أخرى. الله. انت
شنو الرحله؟ رحله زوينه واخا تماره ديال الطريق اخويا، رحله زوينه. هاي الله يحفظك. راه غير قول لي، غير قول لي، ماشي شغل. انا مت في الرجعه، مت دازت عليا، ما دخلتش المدارس. انت؟ انا باغي نزيدو شي 5 كيلومتر. لا زاديه ما يدير كلشي عيا. زوينه صراحه، نعاودوها ان شاء الله. رائعه جدا. الزعيم من تما، من تما. لا هذا في اي رحله كيقول لك احسن رحله. يلاه نقدر نقول لك زوين صراحه، كنت انا بزاف، كنا بزاف ديال المناظر، ولكن عينينا صافي دابا الطاقه وقعت، ولكن جينا في المناظر كنصح انك تعلم ونتمنى نعاودوها مره اخرى في مناظر اخرى اللي تبعك انت ان شاء الله. شكرا للجميع اللي ساهم في انجاح هذه الرحله، التعاون اللي كاين ما بين الاعضاء وما بين المشاركين، والاحترام المتبادل. شكرا لهذا النهار وعائلي. ايوا حنا دابا خصنا نعلم فاطمة الزهراء شي كلمه اخيره. السلام عليكم. كما ولفت لكم جمعات اجل سافروا، كل سيمانه كتنظم رحله لاحد المناطق التابعه لاثر ممتازه، وهذا الاسبوع هذا انضمت الى تبحيرت وكوان. مع الصباح كانت عندنا في كوان تما اللي فطرنا، من بعد انتقلنا الى الوادي اللي كاين تما، تحركنا واحد شويه ما كانش المسافه بعيده بزاف، دوزنا تما واحد الوقيته تغدينا، من بعد انتقلنا لتبحيرت، من تبحيرت وصلنا لهنا لهذا الوادي، تمشينا واحد المسافه. الشعره ايوا واخا كان شويه ديال العيا، ولكن هاد المناظر وهذا الشيء كتستحق، ونتمناو التعاود مره اخرى مع مشاركين جداد. وبهاد المناسبه كنحيي المشاركين اللي انضبطوا معنا في الوقت، وكان واحد الاحترام متبادل ما بين المشاركين، كان في جو عائلي واخوي. وشكرا للساهرين على تنظيم هذه الرحلات، والمشاركين وجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمه الله. ويم هذه كانت اول رحله لي مع اجل نسافروا هذا العام هذا، كانت رحله زوينه بزاف، وشفنا فيها كل من كوان والمنطقه ديال تبحيرت، شفنا مناظر طبيعية جد خلابة. شكرا بزاف لمجموعة أجي سافرو اللي نظمت هاد الرائعات اللي كتنظم هاد الرحلات هادو، خصوصا المناطق ديال إقليم تازة، مهمشة التغطية الإعلامية ديالها، فشكرا لهم بزاف. بشخص كل من نور الدين، فاطمة الزهراء ملال، وبشار محمد، ونور الدين أجمل. شكرا لكم. الرحلة ديالنا سالات من بعد ما دزنا ثلاثة ديال المحطات اللي هي كوان، دوزناها في الصباح، في العشية تبحيرت، ودزنا للشعرة، يعني غير باش تضرب هاد التراجي هذا كامل على رجليك، فهو مسافة كبيرة بزاف وعينا. مي تبارك الله على الدراري، يعني واخا العيا كملنا حتى لاخر دقيقة، الحمد لله من هاد الشيء كامل شفنا مناظر زوينة. استمتعنا بالنهار ديالنا، النهار كان عامر، كان مسرجي، يعني ما ساعدنيش نصور كاع اللحظات، مي ماشي مشكل، المهم هو دوزنا نهار زوين وما عمرو يتنسى. كيف ما كنقول ديما، الاقليم ديال تازة عامر بمناطق زوينه، خص غير اللي يتحرك ويشوف. تبارك الله الناس اللي كنتلاقاوهم كلهم طيبين، الحمد لله الناس هنا معروفين بالجود والكرم ديالهم، الا مشيتي عند شي واحد ما يردكش، كيوريك الطريق، يقدر يضيفك عنده. المهم بلا ما نطول عليكم، تهلاو لي فراسكم، ان شاء الله نتلاقاو في رحله جديده ان شاء الله عن قريب. تهلاو فراسكم، باي باي.